الحياة المدنية في الخرطوم في ذلك الوقت في طفولتك، هل كانت ظاهرة على الخرطوم كحياة مدنية؟ نتكلم عن دور سينما، نتكلم عن منتديات، نتكلم عن أماكن لأنشطة ثقافية وما إلى ذلك، هل كانت واضحة في ذلك الوقت؟ واضحة أكثر من الآن، يعني إحنا كنا متقدمين على كثير من الدول المنطقة وكنا متطورين جدا، وده يمكن بفضل الناس اللي كانوا حكمون الإنجليز، ديل نقلوا معهم الحضارة، يعني بنوا مؤسسات وعملوا شوارع وعملوا مدارس وعملوا مؤسسات حضارية، دي انبنت على الإرث بتاعنا إحنا كسودانيين في القرون الفاتت، يعني الكتابة والحضارة والقرآن والمعرفة، فكانت معرفة ثرة جداً. وبعدين أكثر الناس مننا كانوا انفتحوا على التعليم، يعني التعليم عندنا السيكولر إديوكيشن بيسموه التعليم المدني، في عندنا بنت جامعات، يعني احنا جامعة الخرطوم دي أساسها بدري جدا، وكلية الطب يمكن أول ولا تاني كلية طب في إفريقيا. عام كم تقريبا؟ 24 بشكل مبكر جدا. أيوة، ومراكز الأبحاث عندنا، الأبحاث 1917، وعندنا المطعم بتاع ويلكم 1902، وعندنا سكة حديد، وعندنا شوارع ضغط، وعندنا كهرباء، وعندنا مشروع الجزيرة اللي هو أكبر مشروع في العالم كمشروع فردي، 2 مليون فدان بتزرع بالري الانسيابي، عندنا ثروات، عندنا أكبر ثروة حيوانية يمكن في إفريقيا وفي العالم العربي، أكثر من 120 مليون حيوان.